إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدينا شوف تي في، أينما كنتم داخل وخارج الوطن أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. الحالة اللي معنا اليوم حالة صعيب أنك تشوفها، صعيب أنك تتحملها. كل ما تحمل الكلمة بمعنى الناس اللي قلبهم ضعيف أكيد اللي غادي يشوف هذه الحالة دي ديال هاد العائلة، إذا قلنا عائلة رغم أنها كانت عائلة مفككة ولكن شاءت الأقدار شاءت الظروف أنها تجمع ما بينهم مرة أخرى، ولكن في ظروف مختلفة، في ظرف بأنه هذاك الزوج اللي كان سابق أصبح حاليا كيدير كل شيء أعزكم الله تحت منه، كيعيش واحد الظروف صعيبة حاليا. أنا راه صيفط الناس غير باش يغطيوه، لأنه كيغطيوه كيلبسوه حويجو وكيعاود يحيدهم. كما قلت الغريب هو أنه اللي غادي يرجع ويقابلو من بعد النداءات ديال الجيران ديالو هي الزوجة السابقة ديالو اللي ودا مبنية عندها 17 سنة. تفاصيل صادمة غادي تسمعوها معنا على لسان هاد السيدة. أنا غير بغيت نوري لكم الحالة اللي عايشين هاد الناس هادو، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنتمنى تبقاو معنا وتبارطاجيو وتبارطاجيو وتبارطاجيو، لأنه اللي ما خرجش من الدنيا ما خرجش من عقيبها. السلام عليكم. اللي وقع هاد السيد، انا الطريقه ديالو ولده مع بنيه عندها 17 عام، ما شاء الله يتبارك الله، عقوبه البنيه السامعين كلهم، نجحت ليا في الباك بالمجهود الله سبحانه وتعالى، ورضات امها ورضات باها اللي تيجات وقاسات وعومات وخرقات ومخلات ما دارت، وبرضات خواتاتها. انا فايته مجوجه وطلقت، ورغم من ذلك عاونتني على الوليدات، جوج بنيات ووليد عاونتني، هي تتعاوني وربي عاونها في قرايتها وعاونها، ربي موفقها الحمد لله، اللهم لك الحمد. باها عيا مرض سهلة، عيطوا لي الجيران اللي تحبوني وتحبوا سكينة، قالوا لي جي الله يرضي عليك انت يا مطلقة دابا وكارية وعندك ثلاثة الوليدات، لا داعي للكرا، لا داعي تزيدي عليك مسؤوليه، هذاك الشيء باش تكري قربي وليداتك ونظمي به حياتك، وجي قابلي طالقك سابقا، راه مراد وعيا وسالا. وفعلا جبت حويجاتي، جبت وليداتي، جبت البنيه الكبيره اللي هي من الصلب ديالو جبتها، ولكن السيد ما بغاش النظافه، السيد ما بغاش النقاء، السيد باغي ما فهمتوش، انا ما فهمتوش. واش هو خارج القوى العقليه ولا شنو؟ انا تيبان ليا بعقله، انا تيبان ليا بعقله، حيت غير البارح جات عندي اختي باش تشوفني وتشوفو، طلعت عنده قالت لي السلام عليكم اخويا عمر، قال لها السلام بنتي، قالت لي عرفتيني، قال لها مريامه، لا دا شي حد من الدرب وسمع الحلق ديالو تنقول لي عمر شكون هذا، تقول لي با حسن، عمر شكون هذا، شكون هادي؟ هادي امي فاطمه، هادي شكون هادي؟ هادي عيشه. يعني السيد تيبان ليا ماشي حمق، السيد بحال يجي بغى يجيب حماقو عليا لدرجه انا اللي حمقني وانا اللي سطاني، درجه وليت متبعه في العنق تنشرب الدواء ديال العصاب، عايشه غير بدون لي بران، عايشه في الحسره ديالي، وليت تنحس براسي وحدانيه، ما عندي حد، تغلبت لدرجة وليداتي تيجري لي عليهم، تيبقاو نهار كامل هما في الزنقة وأنا النهار كامل تنحفر باش نوكلهم وباش نشربهم، لدرجة في سيدنا رمضان سيدنا الحبيب الكريم اللي ما تدارش، أنا بدون شعور درتها، لا يعقل، ربيت بنت وصلت 17 عام توصلت على الباك، نفرط في ثلاثة صغار، أنا وليداتي ما نفرطش فيهم وما نلوحهمش وما نشيطهم حتى شي حد، الحمد لله أنا بدراعي، وصول عليا الدرب من راس للراس بدراعي وتنجيبها بدراعي الحمد لله، لدرجة أنا تنخرج نخدم تيطلعوا مساكن يبغيو يجلسوا حدا تيجري عليهم وتيدير شي حوايج، درجة بنته الكبيرة شافتو تتعامل مع ولدي واحد المعامله ماشي هذيك، قالت لي ماما بابا دنيا تاي، قالت لي ماما باب عمر
اللي تيدير الغالي واللي تيدير الغالي، انا ما نتقبلوش يدير ليا لولادي بحال هكاك، وانا جيت غير باش نسترك كما تنقول يسترني. واش السيد خاجي، واش مستطيب عقله؟ ما فهمتش. انا تيبان لي بعقله، مادام ملي تيجي الجوع تيقول لك عطيني ناكل عطيني نشرب ولكن قالوا لي النداسه حاشاك كيديرها كلها كلها، لدرجه انا كاين شي جيران قال لي كيلو حامل الشرجم. تيلو حامل الشرجم هاد اليامات، ما بقاش تيلو حامل الشرجم هاد اليامات، ولا تيديرها هو كان يديرها في البيت ويلوح في الشرجم ويلوح حاشاك الكاكا ديالو ويلوح البول ديالو. كاين شي واحد بعقله كيدير هاد الشيء؟ انا ما عرفتش، راه انا اللي هرب ليا العقيه لسيدي، راه انا اللي هرب ليا، انا راه هزه فوق الطاقه انايا، انا ربت 5 سنين ولا تندردف من دار لدار، والحمد لله ما تنعيبش انا من دار لدار، خرجوني لالا وولاتي وولات الدراع والدار اللي دقيت لها ودخلت لها ما تيسخاوش بيا، تقول لي انت بحالك ما كاينش لا لا وبولاتي لا في الدراع ولا في الادب ولا في الصواب، ولكن هذا خرج لي العقل اسيدي، هذا خرج لي العقل، هذا خرج لي العقل. واخا سيدي انا راه ركابي باش نوض، ما بقاوش عندي اسيدي، انا ما بقاوش عندي ركابي، انا غادي نطلع نشوف اختي شنو كاين وغادي نجي عندك. الله يطول لينا عمرك اسيدي. اذا المشاهدين الاوفياء، هذا السيد هذا اللي كتكلم عليه حاليا هو كاين هنا ويمشي ليا العقل. كاين هنا غادي نشوفو، وكيلا كان العريان راه ما غاديش نشدوه، راه كاينه حاشاكم ريحة نداسة، هانتوما حاشاكم. واو حاشاكم كاكا، حاشاكم كاكا، لابس حويجو. السلام عليكم. كدير سيدي بخير؟ واش مريض؟ مريض الحاج؟ مريض انت؟ مريض. اشنو دارك؟ اشنو دارك الحاج؟ اشنو دارك؟ قلت لك اشنو دارك الشريف؟ اشنو دارك انت؟ اشنو اللي دارك؟ اشنو دارك في صحتك؟ اشنو دارك؟ واحد. اشنو دارك الشريف؟ اشنو دارك؟ باش يعاونوك الناس، باش الناس يداويوك، اشنو دارك؟ اشنو دارك في صحتك؟ اشنو عندك مكلاوي؟ شنو عندك؟ شنو؟ اشنو عندك الحاج؟ كدرك صحتك وصافي. واخا الحاج علاش كتحيد حوايجك؟ علاش كتحيد حوايجك؟ انتوما انتوما خوتي المغاربة، هاد السيد فين عايش؟ ولكن راه واحد الريحة الخوت، راه حاشاكم ما بغيتش نوريكم، راه انتوما راه انت نداس حدا القرارف، انت راه كلشي كيديرو هنا حاشاكم، انتوما راه انت راه نداس حدا القرارف. لا اله الا الله، شوف شوف شوف، لا اله الا الله، انتم شو التفصيل تاع عمر حشاكم؟ عمر نداسة، تفصيل عمر نداسة عباد الله، وكنعتذروا على هاد الصورة هادي. راه واحد الريحة، راه واحد الريحة الخوت، واحد الريحة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، عرفتي واحد الريحة كيديرها؟ الله الله الله، عرفتي اختي، عرفتي عرفتي على ريحة كيديرها اختي، عرفتي اختي على ريحة كيديرها اختي. الله، هذيك الريحة اللي كانوا عايشين فيها أولادي، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذيك الريحة كانوا عايشين فيها أولادي وعايشة فيها أنا. علاش؟ هذيك الريحة عايشين فيها أولادي وعايشة فيها أنا. أكي أختي، أكي أكي، عرفتي أختي على الريحة؟ أختي على الريحة كيديرها أختي. نهار ونهار لا تندخل نسيق ريحة العينين طابوا ليا، وليداتي تاهما العينين طابوا ليهم. ما عرفتش هاد السيد شنو بغا، واش بغا يزيد يكمل لي على كمالة الحياة البائسة ولا ما عرفتش شنو، ما عرفتش. تواصلتي مع المسؤولين مع السلطات باش يجيو يدو السبيطار؟ لا ما تواصلت مع حتى شي حد، قلت لك في رمضان جات لي واحد الطجة لدرجة تخليت على كل شيء، لدرجة في سيدنا رمضان طجيت خليت ولادي وخليت كل شيء، درجات الجيران ولا هما تيتعاملوا ليا مع وليداتي، ولكن عايروني بهذاك الشيء، ما شافونيش انا اللي عام وانا هزه ياك، يعني دخلتي وشتي كلشي على عينيك.
هز الهم، هز الهم ديال الكبار وديال الصغار، وهو نسيت راسي. وليتك المرافق الراجل فيا مراه فيا راجل. انا قلت لك بنت 5 سنين وانا فيا مراه وانا فيا راجل. انا اصلا دايز عليا ظروف، انا اصلا بنت 5 سنين كنت شفروني المي، يعني هادشي حياتي كلها بائسه. انا خاصني مخرج، انا فيلم، انا مسلسل، انا مسلسل تاع 4 سنين وخمس سنين، اكثر من ديال مدار واكثر من ديال غوادالوبي واكثر من. انا بنت 5 سنين وانا عايشه المرار. انا عندي 40 عام 93 ديال بغيت نرتاح سيدي. والو ما كاينش الراحه، ما كاينش ما كاينش. انا ضحكت نهار تنهجروا شهر، انا ضحكت شهر تنهجروا شهرين. انا عييت. واش السيد كيشرب شي دواء؟ ما تيشرب حتى شي دواء. ديتو للسبيطار، دوزت ليه البلوك اللي تندخلو منو، تيقول لي هز الراجل ما عنده حتى شي حاجه. داروا ليه التحاليل، قال لي ما عنده لا سكر، داروا ليه دا الكوليسترول، دار. قال لي الراجل صحيح في صحيح. هز الراجل حطيه في دارو، جبتو تنعاني به. وما انا اللي بقى فيا الحال هي ولادي، كان تيخرجوا ليا الزرقه، تنخرج انا نضرب في السطر الجفاف هو اللي يحلي ولادي الزرقه. نهار كامل مساكن وما تيجيو في الزرقه، تنجي تنشوفو ما هو نقي، ما هو ولادي الصغار نقيين، ما البنت ديالي في العقل ديالها. البنيه اللي معاه من صلبو شنو دارت مسكينه دابا؟ مشات حاد دابا في الباطن، مشات عند جداها، مشات عند جدها. مو تما ولا مو تبا؟ لا الوالده ديالي، الوالده. اه قالت لي انا كبرت في الدار الكبيره ودار سميتو ما يمكنش. قالت لي تيجيو عندي صحاباتي، انا تمشي عند صحاباتي بديورهم بهادي. انا خويا ما نكذبش عليك، اللي جابوا الدار تيديه الليل. انا واحد الانسان، اول واحد الانسان ما سقراماش، ما تنعرفش كيفاش. هلا اصلا راك، اصلا راك عارفين الوقت صعابت. تخرج 100 درهم ما تدخلها، تخرج 4000 ما تدخلها. اللي خرجتي مع الغلا ومع الحمد لله، كلشي غلا، كلشي غلا، كلشي غلا، كلشي غلا. وانا راسي حفا، وانا راسي حفا. ما تيشرب حتى شي حاجه السيد، باغي غير ياكل ويدير الزبايل، ما باغيش يتنقى. أطلع دابا نعوب ونقي ونقد ليه. شوف الفراش اللي مفرش عليه، شوف السيدي المانط اللي دايره، شوف شوف شوف. وخلي الحباب الله اللي يعطيوني، وخلي وخلي. واش عرفتي اختي دابا حاشاك النداسه ديرها تينعس عليها، ديرها في الطبسيل، ديرها وتي الطبسيل عمر داك. الله يرحم لك الوالدين. هذاك الطبسيل البارح عطاوني حباب الله تقلية تم الخير. الكرشة كاملة تعطوها لي، كل عام تعطوها لي، ملي كنت معاه تعطوها. وملي جيت هذاك العام عطاوها لي، وهذا العام عطاوها لي. طيبت على حقها وطريقة وطلعت لي الطبسيل وجوج خبيزات وكلا وسالا. وملي نمشي نطلع ناخذ الطبسيل باش نغسلو نلقى فيه هذاك الشيء. هذا في نداسة حاجة فيه، يعني فيه. واش بغى يعذبني؟ واش انا جيت نقابلو وجيت يحسد بيا ونحسد بيه ويجمع لي وليداتي ونجمعو؟ ولكن هو ما دارش هادشي. انا جمعته والله شاهد، لا حول ولا قوة، والله شاهد، والله شاهد. انا جمعت لدرجة وليت تنضرب راسي، تنقول نموت انا قبل ما يموت هو. الوليدات الاخرين فينهم؟ الوليدات كيشدو العطلة صيفطو مع الدباب، حتى لا يعقل ولادي انا نخرج نقلب على طرفة الخبز. عندك جوج اخرين؟ عندي ثلاثه، عندي جوج بنيات وليد. لا خلي البنيه اللي معاه هو، دولي على الاخرين. عندي دنيا شمس سيد الغالي هو الوليد. عندي نور عين يا قلبي حياتي. هي ولدها معاه، هي مولات 17 عام، هي مولات 17 عام. هاد الثلاثه هادو ولدها مع يوسف الدكالي. هذوك ماشي مشكل. دابا قولي لا زهر لا مع الاول. بنتو تتقول لي ماما انا ما فهمتش عينك فين كاينين، لا با يفرح لا الدكالي. هكا تتقول لي درجة بنتي ولا تكرهاني، تتقول لي لا الاول يفرح لا الثاني يفرح. وبعد الاول ولدتيني غير انا، هذا علاش ولدتي مع هاد القشله؟ تقول لي بنيتي اسم نصيب، بغيت الوليد، بغيت وليد. درجة البنيه تتقرا، تتقرا. مقابله معايا خواتاتها، مقابله معايا الغالي، مقابله باها. وانا جالسه كل هبيله من دار لدار 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 باش نجيب دغيمات الخبز ونجيب مريقه ونجيب هادي ونجيب هادي ونجيب هادي ونجيب هادي. دابا انت باش كطالبي انت اختي؟ انا تنطالب من الناس. وبعدا
تنشكر واحد الناس مهم من عندي هنا في الدرب، يسمحوا لي الا ما بغونيش نجبد الاسم ديالهم، انا جبت غير الكنيه ديالهم. لا بلا ما تجبديها، قولوا جيراني. شي جيراني؟ جيراني الله يعمرها دار. الله يكمل عليهم بالخير، والله يسهل عليهم، والله يطول لهم العمر. عندك الجاره اللي حدايا، وعندك الجاره اللي دارهم على العوينه، يعني بلا ما الله يطول يعني. وعندي ظاهرة الله يخلي لها وليدها سوي يصلحها. عندي ثلاثة الناس هنايا اللي معاونيني ومسانديني، وعندي الأخت اللي تتجيب لي ليكوش، تتقول لي شوف أختي يبقاو لك جوج ليكوش، ما تسنيش يبقاو لك جوج ولا ثلاثة، شي تحلي البكية تاخدي منها أربعة عيطي لي قولي لي ما نقولش لك. لانجيت ليكوش راه ما ليكوش اسيدي، كل شيء كاين، ولكن ولكن اسيدي هو ما عرفتش، ما بغاش يدقي راسو. وانا ما عايشش في العفن، انا عايشه في الدقه، انا عايشه في الدقه. مش كطالبي دابا انت تنطالب يتسعوني، يتسعوني. انا ما يمكنش نلوح ولادي بالكبتي باش انا بغيتي الدواء السيد. انا بغيتو يداوى يشوفوا شنو يديروا لي. انا جهدي لا جهد الله، انا جهدي لا جهد الله. انا صافي تقهرت لدرجه وليداتي صفتهم عند باه، باش عند باهم. انا علاش نصيفط ولادي عند باهم؟ وكل اي كل ما درتي كله عيب. صفتهم عند باهم يضحكوا عليك، يقولك باش تيا تبقاي تزنطقي ودير، وانا هادشي ما فياش الحمد لله. خليتيهم معاك قالوا لك مكرفسام، وانا ما حاشا واش مكرفسام. انا تنشوف راسي انا مكرفسه، انا اللي الام ديالهم تكرفست وتبهدلت، وجيك من الاخر وليت تنحس براسي ما عندي حد. وليت تنقول يا ريت كون غير كيف كون غير كون بقيت مضره كيما كنت مضره شحالاتي. إذن مشاهدينا الأوفياء، كيف ما شفتوا معنا، أكيد القصة طويلة بزاف، يطول الشرح ديالها، يطول الشرح ديالها، وميمكنش نلخصوها في هاد 15 أو 20 دقيقة اللي درنا. أكيد معاناة ديال السنوات كتعيشها هاد السيدة رفقة الأبناء ديالها، خصوصا 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 رفقة هاد الطليق ديالها اللي حاليا كتعيش معها ظروف صعيبة. السيد ما فهمناش، كتقول لك هو ما كيشرب لا دواء لا والو، ولكن حاشاكم من داسه ديالو كيتمرمد فيها، ما عرفناش داكشي كيفاش داير، ما كتفهموش داكشي غير مفهوم. فلهذا كنطالبوا كناشدوا وكنطالبوا كنتمناو ان السلطه المحليه على راس عماله مقاطعه الدار البيضاء انفا، وكذلك الملحقه الاداريه شارع طال العلوي، على حسب ربما هنا هذه المنطقه ديال تكون تابعه لشارع طال العلوي هنا في درب خليفة. فكنتمناو انهم يدخلوا على الخط، هذا السيد هذا يمشي يتعالج، هذا السيد هذا يمشي يتعالج. يعني الا كانت شي حاجه ما تعالج يمشي يتعالج، ما كانش يمشي لشي مستشفى ديال الامراض العقليه، لانه حتى الساكنه هنا قال لك اودي راه كان كيلوح لنا داك الشيء من الشرجم من الفوق، والعديد من المرات قال لك اودي سيقنا هذا الشيء من هنا داك الشيء من... يعني صراحة هاد الشيء هذا جاري مسكين اللي جا قال لي الله يعطيك السرانة بدون قصد. راه مسكين هو كيدير الشتا وتيتو جافين ويحك ويفرك ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الشيء اللي كاين هو كما سمعتوا، الجيران مساكن اضطروا انهم دائما كيحاولوا كيديروا جافيل والتيد والماء، وكيحاولوا كيحيدوا ديك النداسه اللي كاين وحدك السيد من الشرجم. اذا هذا الشيء هذا ما يمكنش، هذا الشيء هذا ما يمكنش الانسان يكون بعقله يدير هذا الشيء هذا. ولكن هاد الناس بغاو يشخصوا الحاله ديالو، يعرفوا اشنو عنده، واش في مرض الزهايمر، واش مرض نفسي، واش انسان مثلا عنده مس، العديد من الامور، كاين العديد من الامور، العديد من التفاصيل الغامضه في هذه الحاله ديال هذا السيد هذا. اذا كما قلت كنتمناو من عماله مقاطعه الدار البيضاء انفا، وكذلك الملحقه الاداريه شارع طال العلوي، انهم يدخلوا على الخط، الناس المختصين يدخلوا على الخط ديال هذه الحاله ديال هذا السيد، غير باش نعرفوا اشنو عنده. شوف انا حسب شي اخت مريم كتقول لك غير زيدي صبري واشتري الله يسترك، هذا مرض الزهايمر. اختي العزيزه، راه من خلال الناس اللي تواصلوا معنا من اجل هذه الحاله هذه، كيقول لك السيده عيات، هذه السيده عيات، يعني جميع الحلول، جميع الحلول دارتها مع هذا السيد هذا. قطعك انا دابا، انا دابا اللي تألمني هي اللي تنحط راسي تنشوف ولادي صفتهم عند باو. يعني انا والدة ما شاء الله اربعه، انا والدة ثلاثه البنات وسيد الغالي،
ما بلي لو نهار ما لقى لا غالي لا الشمس لا الدنيا لا سكينة، راه الحماق هذا راه تسطي هادي. واش انا تعسرت عليهم وضربت عليهم السماره في الاخر ما لقيت شي حد حدايا، لا بنتو لا بنت الاخر، انا علاش نعيش في هاد الدنيا؟ علاش نعيش؟ علاش نعيش انا؟ علاش نعيش؟ نعيش انا العمر بس سطاني خرج لي العقل، نعيش لهم كاملين، نعيش العمر ونعيش للدنيا ونعيش للسكينه ونعيش للسيد الغالي ونعيش وكلهم نقريهم. انا ما عنديش مشكل نمشي حفيانه نمشي عري، ولكن يقراو يكونوا بنات العارض كما كيقولوا المراه بحال الدابه، المراه فين ما مشات تتحفر. الحمد لله سول عليا لا اللوم ولاتي، ولكن هذا صافي هذي كره هذه الحياه، كره هذه الحياه الاخص ملي وصلت للسبيطار ديال العرق وليت تعالج. اخلي راسك دابا سؤال هذا اللي تولد ورشتو صافي 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 واخا اختي غيكون خير، هذا خاصو يحييني خاصو يعطيني كلمه الرضا باش نحيا. واخا اختي باش نختم، اذا كيف ما قلت كنتمنى انه السلطات المحليه تدخل على الخط، الناس مسؤولين غير باش نعرفوا الحاله ديال السيد اشنو عنده. اذا اكيد غنتبعوا الملف ديال هاد الزوج او هاد الطريق ديال هاد السيده هادي اللي كتعيش معاه، مرحبا، اللي كتعيش معاه ظروف مزريه بزاف. اذا حنا غادي نتبعوا كما قلت هاد الحاله هادي. حتى لهنا ما بقى لي ان نودعكم الامل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. مصطفى القرناوي من الطاقم شفتي بحيكم، الى اللقاء.